الكاتبة نادين جابر، أنا بدي أرحب فيك عبر موقع الفن. نحن اليوم موجودين بانطلاق البياف بهالمناسبة. شو بتقولي، شو بتوجه رسالة لدكتور ميشيل ظاهر؟ وبنعرف إنه اليوم المناسبة بتحمل أنا لبناني، شعار أنا لبناني. يعني من هون، من هذا الشعار بننطلق، أنا لبناني، أنا لبنانية، أنتوا لبنانية، كنا لبنانية، لازم نكون إيد واحدة. أنا بفتخر إني موجودة بهذا الإيفنت، ومبسوطة كتير إنه رجعوا من بعد 4 سنين. فخر إلي عن جد أني عم بتكرم ببياف، هي أول مرة بتكرم ببياف. طيب أنا أقولك، لكن ألف مبروك مسبقاً على التكريم ببياف. هلأ إذا تكرمت ببياف، معقول كمان ترجع تتكرمي بالميركس دور؟ إذا بستحق ما بعرف. برأيك معقولي؟ لأنه يمكن بصير العالم تقارن بين بياف وميركس. لا، في اختلاف بين الجوائز، بين بياف وبين ميركس. ميركس I guess هي جوائز سنوية عن أعمال معينة، بياف هي جائزة تكريمية عن كل شيء. يعني عن معقولي يصير في فيتو عليك من الميركس؟ لا يا عم، لا أكيد، بالعكس بحبهم كتير وهنا بحبوني وبحب دكتور ميشيل. مجهلهم تحية. بعدنا عم نحكي أنا لبناني. لا أكيد لا. طيب نديم، ما نحكي شوي عن شو عم بتحضري بعدين؟ عم حضر مسلسل لرمضان 30 حلقة، إنتاج إيجل فيلمز، إخراج فيليب أسمر. ما فينا أحكي أكيد بطولة نجمي ماجي بغصن، بس مين اللي معه؟ ما فينا نحكي بعد. هلأ الشركة هي مخولة، يعني أصلاً بعد الكاست ما اكتمل، بعدنا الحلقات بأوائلها، يعني بعدنا بالحلقة السادسة. اللي فيني أقوله أنه مسلسل مقتبس. في وقت معين بتكتبي فيه أنت أو؟ إيه بالليل، يعني 11-12 بالليل، وطلوع على 6-7 الصبح، 8 الصبح، بكون كل شيء رايق. كنا عم نحكي عن المسلسل، ما فينا نحكي شيء عنه أكيد هلأ، بس اللي فيني أقوله أنه هو مقتبس عن قصص حقيقية، مش بس قصة واحدة، قصص حقيقية بيطرح قضية معينة عبيننا أنه نضوي عليها، لأنه راح ضحيتها كتير ناس هيدا القضية. ما فيني أقول شو هي لأنه ما بدي أفضح هلأ. عبيننا نضوي على هيدا الموضوع. عن الجزء الرابع من الموت هلأ؟ لا ما في، نحن يعني نحكى صورة لألك مع ماجي والمخرج فيليب أسمر. هذا كان إعلان عن مسلسل رمضان اللي عم بيكتبه هلأ، مش للموت. لأ نحكى بجزء رابع، بس هلأ أنا عم بكتب مسلسل لرمضان لبعد سنة، يعني بنبقى منفكر منشوف من هلأ لوقتها شو بيصير. طيب معقول يصير بدون الممثلة دانيلا رحمة؟ مسلسل للموت هو مبني من أساساته على الصديقتين سحر وريم، فالجزء الرابع أو الجزء العاشر أو الجزء المية ما بيصير لا بلا سحر ولا بلا ريم، لأنه للموت يعني سحر وريم. هذا جوابي. اليوم يعني سمعنا من فترة أنه النجمة دانيلا رحمة تزوجت من النجم نصيف زيتون، شو بتوجه لهم رسالة؟ بركت لها؟ طبعا بركت لها، بدي أقول لها مبروك، إن شاء الله بتتهنى وبتستاهل كل شيء حلو، لابقين لبعض، يعني مبروك. أنا بدي أتشكرك وأتمنى لك كل التوفيق والنجاح، شكرا كثير لك. ثانك يو لألك، ميرسي، ثانك يو. لمعرفة كافة الأخبار الفنية زوروا موقعنا الفان.com، وما تنسوا تشتركوا بقناتنا على اليوتيوب ليوصلكم كل جديد.